بنسبة 75.5% من المشاركين في الاستطلاع اللي طالبوا الملياردير إيلون ماسك بالرحيل عن الشركة. ماسك هو دائما يخرج ويثير الجدل، وأدرج هو شخصيا على حسابه على تويتر استطلاعات بشأن ما إذا كان يجب عليه التنحي عن منصبه كرئيس للشركة، مؤكدا التزامه بنتائج الاستطلاع. الاستطلاع شارك فيه إذن 17 مليون شخص، ودخل ماسك بجدالات مع المستخدمين وأخذوا رد على عدد من الذين أدرجوا تعليقات عنيفة إلى حد ما. ومنذ شراء المنصة وتقريبا لا يتوقف إيلون ماسك عن إثارة الجدل بشأن تصرفاته ومواقفه، ودعونا نتعرف إلى رأي الخبراء في هذا التصرف الأخير وكيف سينتهي. ينضم إلينا من بيروت الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل. فريد، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية، شو اللي دفع إيلون ماسك يحط هيك استطلاع؟ هل رح يلتزم مثل ما قال بنتيجته يلي هي كانت أنه المطالبة برحيله، وهي الأغلبية نوعا ما اللي شاركت بالاستطلاع على تويتر؟ بداية تحية لك كارولينا ولكل المتابعين. إيلون ماسك هي مش أول مرة بيحط استطلاع. من أول ما هو استلم إدارة تويتر كان عم بيحط دايما استطلاعات عن الكثير من المواضيع، لأنه كان بده يزيد التفاعل على المنصة. وفعلا هو آخر فترة كانت المنصة عم بيكون فعليها تفاعل كثير كبير من وراء تغريدات واستطلاعات الرأي اللي كان عم يعملها إيلون ماسك. حتى هذا الاستطلاع أنا برأيي وكان شوي عارف انه ممكن يكون في هيدا السبب، خصوصا انه اخر فتره كان عم يحظر كثير من الحسابات اللي كثير مهمه، وكان في اثار الضجه. إيلون ماسك ما في ضل كل الوقت عم يهتم بمنصة تويتر، عنده تسلا، عنده غير شركات كمان هو بحاجة كتير انه يكون عم يهتم فيها. حط هيدا الاستطلاع من بعد ما ارسى قواعد ادارته بشكل كتير كبير بتويتر. تويتر اصبحت شركة عم تشتغل اكتر بكتير، عم تتطور بسرعة كتير كبيرة بفترة زمنية كتير قصيرة. حط هيدا الاستطلاع، طلع الرأي هيك، قال رح التزم. حتى بعد الاستطلاع قال رح التزم، ولكن التغريدة الوحيدة اللي من بعدها أو رد على التغريدة قال إنه لهلأ ما في حدا بداله رح يخلي منصة تويتر ألايف، حية. يعني هو عم بيقول هلأ أنا حالتزم، ولكن حاليا ما رح يكون في حدا ياخد المنصب بشكل سريع من بعده. وكل اللي شفناه على حسابه الخاص من بعده هو إعادة تغريدات لتسلا. طب فريد، هل برأيك هذا الشيء كانت خطة مدروسة؟ سريعا بليز، لأن ما معنا وقت. هل كانت خطة مدروسة من إيلون ماسك واصل لهون هو؟ صحيح، هيدي خطة مدروسة. ومن بعد ما طلع هذا الاستطلاع علي سهم تسلا من بعد ما كان عم بيتراجع. إيلون ماسك عنده باقي الشركات لازم يرجع عليها، عنده ديون كتير لازم كمان يهتم فيها، خصوصا انه اشترى منصة تويتر ب 44 مليار، ما فيها تضل عم تاخد كل هيدا الوقت منه. فهو طبعا انا برأيي هي كانت خطوة مدروسة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بيروت الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل. شكرا جزيلا لك.